في المرمى طابت أوقاتكم، السلام عليكم. الأهلي يكسب صفقة بلغيث الفيصلي وعيسي الأنصار. ماذا فهم البلطان من رئيس الهلال ولماذا رد رئيس الأهلي عليه بمصيبة؟ هزازي أمام عشرة، أترقب الهلال وأحب الكبسة وروني ودبي. أهلا بكم. اتفقت إدارة الأهلي والفيصلي على انتقال مدافع الثاني عقيل بلغيث إلى صفوف الأول، وفق مصادر العربية سيوقع بلغيث على عقده الجديد صباح اليوم الخميس لمدة 4 أعوام، ولم تكشف المصادر عن قيمة الصفقة. يذكر أن أندية الهلال والاتحاد بحثت عن التعاقد مع المدافع الشاب الذي لمع هذا الموسم مع فريقه، وسيوقع الأهلي أيضا مع لاعب الأنصار منصور العيسي. نبقى مع انتقالات اللاعبين أيضا في الدوري السعودي، حيث اقترب النصر بشكل كبير من ضم فايز السبيعي حارس الاتفاق بعد تعثر المفاوضات بينه وناديه. وكان السبيعي قد دخل في فترة الأشهر الستة الأخيرة مع ناديه الحالي قبل شهر، فيما لو وقع السبيعي للنصر سيكون النادي السادس الذي يلعب له اللاعب في مسيرته الصامدة، والتي توجته بأرقام كبيرة في الموسم الحالي حين حافظ على شباكه 763 دقيقة بلا اهتزاز. على الهاتف الآن يلتحق بنا عبد العزيز الدوسري رئيس نادي الاتفاق. أهلا بك معنا، شكرا لاستجابتك. أريد أن أسأل أولا، هل أغلقتم الباب تماما بينكم وبين فايز السبيعي؟ مساء الخير بتال، مساء الخير الأخوة المشاهدين. يعني فايز ما زال في عقده 5 شهور، يعني هو دخل 6 شهور، أو يعني هو عقده لمدة سنة، يعني عشان للمعلومية كان السنة الماضية عقده لمدة سنة، ويعني مضى 6 شهور الأولى والآن دخل 6 شهور الثانية. طبعا من حقه يلعب أنه يوقع حسب النظام في خلال 6 شهور. الآن احنا ما زلنا في الشهر الأول من 6 شهور، يعني أنا ما في ضغوط كثيرة وكلام كثير على علينا وعلى اللاعب. أمامنا 5 شهور من المفاوضات من بيننا وبين اللاعب، إذا اتفقنا كان بها، ما اتفقنا يعني ممكن ينتقل لأي لاعب. فاحنا قدمنا اللاعب عرض وإذا قبل فيه كان بها، لأن في معايير معينة وفي سقف معين احنا نتحرك من خلاله، من خلال الميزانية، من خلال نعم. جميل. طيب يعني كما عرفنا من مصادرنا أنتم قدمتم عرض رسمي للاعب لكنه رفض، عدت أنت كرئيس للنادي وقلت له بأن لدي سقف أعلى لا أستطيع تجاوزه، وهذه يعني خلينا نسميها ثقافة الاتفاق، أنه في سقف لا يمكن تجاوزه وأي لاعب يريد أن ينتقل بعد هذا السقف. هل فعلا رفض العقد أو العرض بالأصح؟ لا هو يعني حسب كلام اللاعب ووكيل أعمال أن هناك عروض أخرى من أندية أخرى يفوق هذا العرض. فطبعا احنا يعني أيضا ما نقدر نمنع اللاعب في حالة حصوله على عرض أكبر من العرض اللي احنا قدمناه له، وما يعني ما راح نخرب السيستم اللي ماشيين عليه علشان والله نحافظ على لاعب وانا اخسر بقيه اللاعبين في فترات اخرى، او احمل ميزانيه النادي خلينا نقول اعباء كثيره يمكن ما نستطيع ان نفي معاه او مع غيره. يعني احنا ممكن اوقع معاه بمبلغ اكبر وما اوفي معاه، احنا يعني همنا ان احنا نوفي مع اللاعب اساس ايضا يعطينا ويعيش حياه مستقره ويعيش في وضع جيد يعني نقدر نستفيد منه، وفي نفس الوقت يكون يعني مرتاح نفسيا بدل ما يكون له مبالغ كبيره واحنا ما نقدر نوفي فيها. فعلى الاساس ان احنا اللاعب يجي الحمد لله، يعني زي ما تفضلت في بدايه التقرير انه ست انديه لعب لها فايز، ولكن وجد نفسه في الاتفاق، وجد نفسه في تالقه في الاتفاق. يعني طبعا الاتفاق قاعد نشوف كثير من اللاعبين يخرجون من الاتفاق يعني يبتعدون عن الساحه عن النجوميه، يبتعدون ما بذكر اسماء، ولكن كثيرين من هؤلاء اللاعبين موجودين في ضمن يعني ضمن الوسط الرياضي. يعني ايضا كما عرفت انا من خلال المفاوضات او من خلال مصادر داخل نادي الاتفاق بانه أنت شخصيا وبعض المسؤولين في نادي الاتفاق يشعرون بمرارة في هذه المفاوضات بسبب أنه وقعوا مع فايز عندما لم يكن يملك نادي أو لم يكن يملك عقد قدموه له هذه الفرصة، الآن أنتم تشعرون بنوع من النكران أو الجحود؟
لا 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 اللاعب يعني قبل ثلاث سنوات او ثلاث سنوات كان يعني ما 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 هو مرتبط ما عنده عقد، احنا فعلا يعني تعاقدنا معاه واللاعب اجتهد يعني ايضا اللاعب احنا ما لا يمكن ننكر ان اللاعب يعني قدم نفسه وعاد يعني توافق من في الاتفاق، فما ما في ضيم بالعكس، هذا يعني هذا من هذا يعني من حقه انه اجتهد انه يحصل على شيء افضل من اللي حصل جميل. عليه جميل جميل، شكرا جزيلا سيد عبد العزيز الدوسري رئيس نادي الاتفاق متحدثا من الدمام شرق السعودية. الكونغولي فابريسي عندما لاعب اتحاد جدة الجديد يدور جدل حول جاهزيته البدنية، ماذا يقول خالد المرزوقي رئيس الاتحاد السابق وجراح القلب الشهير؟ قدام من الكونغو والحقيقة كان وصل إلى مدينة جدة وطلب مني أنه يعني أقوم بالكشف الطبي عليه، وطبعا أداء المهنة عملنا كشف طبي وجدنا أنه من ناحية الكشف أو الروتيني سليم، وعملنا أشعة تلفزيونية للقلب برضو سليمة، لكن الحقيقة كان هناك في تغيير في تخطيط القلب الكهربائي، وهذا دائما يجذب الطبيب إلى معرفة لماذا في هذا السن في تغيير رغم أنه فحصه وكشف عليه كان سليم. فأجرينا أشعة دقيقة جدا اسمها الأشعة المقطعية اللي شرينا القلب لأنه هي اللي بتغير في التخطيط، واكتشفنا الحقيقة بوجود عيب خلقي، وهذا الحقيقة ليس أنا لوحدي إنما كنا مجموعة استشاريين كونسلتو يعني أنا وزميلي الدكتور كمال غليني وزميلي استشاري أشعة في الأشعة المقطعية يعني متخصص في هذا في هذه الأشعة. والحقيقة قررنا احنا الثلاثة طالما ان هناك عيب خلقي اذا من واجب العلمي والأمانة العلمية تقتضي انه ابلاغ اول شيء اللاعب اللي هو طبعا لا يعتبر مريض انه هو مولود به وابلاغه بالنتيجة، وطالما هو حضر الى المملكة لمزاولة مهنة كرة القدم فقط لا غير، اذا بالنسبة لنا كأطباء هو غير لائق حتى يتم علاجه من هذه المشكلة. طيب دكتور وش العيب الخلقي بالضبط؟ في العيب يعني تولد به الإنسان متواجد في أفريقيا أكثر، إنه في مشكلة في الشرايين في عملية توزيع التغذية لعضلة القلب، وبالتالي إحنا بالنسبة لنا بالنسبة لأنه رياضي حيجهد عضلة القلب أكثر، فربما تجهد الشرايين وربما لا سمح الله يعني تؤدي إلى حاجات لا تحمد عقباها، وإحنا إن شاء الله يعني نتمنى أنه لا يحدث هذا طالما أنه اللاعب بيلعب في أرضنا على المملكة العربية في أرض المملكة العربية السعودية، نتمنى له ولكل اللاعبين الحقيقة أنه يعني ما تحصل أي مشاكل طبية. دكتور لكن اللاعب شارك في المباراة السابقة وكان وضعه طبيعي، ما في شيء، ممكن يشارك ويشارك كمان مباريات قادمة ويشارك لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث أو مدة طويلة، لكن المشكلة هنا لا تعلم متى تحدث المضاعفة. إذا دكتور تشرح لنا بالضبط وش المضاعفة؟ فتحصل فجأة ونتيجتها قلت لك وخيمة، وممكن ما تحصل، هو اللاعب لعب في المغرب في نادي الوداد البيضاوي أعتقد، وحتى جاي إلى جدة وهو بيلعب بيزاول. دكتور لما أبلغت اللاعب بالمشكلة كيف كانت ردة فعله؟ والله هو طبعا استقبل القضية، كان عنده خبر من قبل ولا ما يدري؟ ما أعتقد. دكتور لاعب يلعب فترة طويلة تو اليوم اكتشفته أنتم؟ هذه ما قلت لك، هذه مهنة طبية، المهنة تختلف من شخص لشخص، دقة التشخيص تختلف من شخص لشخص، طرق التشخيص تختلف زي أي مهنة أخرى، يعني حتى مهنة الإعلام أنت تحب أن تدور ولا الحقيقة دائما حتى تصل، وعندك طرق كثير حتى تصل الحقيقة. أنا في الطب أيضا نجري وراء الحدث لنصل إلى السبب، ولكن عندما تعرف السبب هنا لازم تبلغ المريض بهذه وتبلغ أنه هناك علاج، يعني علاج لها، لأنه هذا لاعب صغير في السن 22 سنة وممكن يتعالج ويرجع يلعب أفضل يعني. طيب دكتور كيف كانت ردة فعل الإدارة الاتحاد؟ يعني هم أخضعوا اللاعب الكشف عند طبيب ثاني واللاعب الآن شارك، يعني ما التزموا بالتقرير الطبي حقك؟ لا لا مو شرط، هذه أصلا دي رأي طبي، أنا بلغت رئيس النادي وقلت له هذا رأي الطبي أنه اللاعب يعني في خطورة من مشاركته، وطبعا بالنسبة لي غير لائق طبيا حتى تتم يعني إجراء علاجه،
فهو طبعا رأى انه يعرضه على احد ثاني، عمل كشف وفحص عادي وعرف انه سليم، وفعلا هو سليم حتى بالكشف العادي. فاخذوا بالرأي الاخر، وان كان ينقصه الدقه الحقيقه. طيب دكتور، هل انت بعد الموقف هذا انه قدمت رايك لاداره الاتحاد، ونقول انه تجاهلت اداره الاتحاد، هل انت راح تستمع مع الاداره في الكشف على بقيه اللاعبين، او هذا اخر لاعب؟ لا لا لا، طالما هذه مهنه، هذه مهنتي الطبيه التي انا يعني ضيعت عمري عشانها. نادي الاتحاد نادي يحبه جل، وانا كنت رئيس سابق له ومشجع له، ما زلت عضو شرف، وسوف اشجع نادي الاتحاد الى ما شاء الله. لا يعني انك انت يعني تاخذ براي اخر انه يعني تجاهل رايي، لا لا، هم يعني اعتقد انه اللاعب يعني بالنسبه لهم وصلوا وعملوا معه كل التعاقدات اعتقد كانت منتهيه وكل الامور منتهيه، فكانوا يعني اعتقد اخذوه من النواحي الماليه الاداريه، ودي ما تخصني انا كطبيب، انا يخصني الناحيه الطبيه فقط لا غير. فالناحيه الطبيه تقول انه غير لائق، لكن هم طبعا اخذوا النواحي الاداريه والماليه، هذا شيء شان لهم. انا ما زلت يعني في اي وقت في اي دقيقه يطلب من الاتحاد كشف على لاعب لن اتوانى، لان هذه مهنه وامانه امام الله سبحانه وتعالى. وهذه وقفتنا الاولى، نعود بعدها لمتابعه في المرمى وفيه ماذا قال عبد الرحمن بن مساعد لرئيس الشباب، وما الذي فهمه الرياضيون، وبماذا رد رئيس الاهلي في محاولة لفهم لغز النادي الذي لا يملك رصيدا من النقاط العربية في المدينة المنورة.